يا إخوتي، لقد كلفني الخليفة أمرا جللا، وأرجو منكم أنتم الصحابة الكرام أن تعينوني عليه. يا زيد، وأنت الشاب التقي الورع، ما أظنك تتأخر عن أمر فيه خير الإسلام والمسلمين، فقل ما تريد؟ لقد كنت مع الخليفة، وجاء عمر بن الخطاب وقال لي: إننا نخشى أن تضيع آيات من الذكر الحكيم، فاجمعه في مصحف واستعن بمن تشاء. أنت رجل كاتب حذق يا زيد، وكنت من كتبة الوحي، فافعل ما الذي يريبك. سألتهما: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال لي: إننا نخشى أن يضيع منه شيء، وإن كان ذلك سيكون بلاء ما بعده بلاء. فانشرح صدري. أعينوني أعانكم الله. سنعينك بما نستطيع، فإنه والله أمر خير. بعد أن استشهد الكثير من حفظة القرآن الكريم، قال تعالى في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟ لا لوم يا علاء، إننا متعبون. لا تراعوا، ألستم مسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم من أنصار الله؟ بلى والله. فإذا أبشروا، فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم، والنصر حليف الصابرين. اللهم آمين. آمين. السلام عليك يا أمنا. وعليكم السلام. هذه لك، ادعي لنا الله أن يوفقنا. من أنت أيها الرجل؟ صرت تقدم لي الطعام مرات ومرات ولم تقل لي من أنت. ألست مرسلا من عمر بن الخطاب؟ الخير يا أمنا لا يحتاج إلى اسم، خذي وادعي لنا بالخير. السلام عليك. وعليكم السلام. اللهم إن كنت تريد أخذنا إليك فاحشرنا بما يرضيك، وإن كنت تريد ابتلاءنا فإن صابرون محتسبون لما تريد. اللهم أعن المسلمين واروي ظمأهم وسرحهم إلى عدوهم أقوياء. يا عزيز يا جبار. أيها الأمير، بشر يا أخي. لقد وجدنا الماء أيها الأمير. الحمد لك يا أرحم الراحمين، الشكر لك يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. أهلا بك يا ابن بدر، أهلا بمن وفى بصدقات قومه. أهلا، أهلا بك يا طلحة، وأهلا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أهلا، أهلا بك يا زبرقان. أهلا بك يا ابن عوف. قل لي، كيف تركت من وراءك؟ تركتهم طائعين لربهم، متمسكين بدينهم، شاكرين رحمة الله الذي عصمهم من ردة من ارتد واعتداد من اعتد بالشرك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. تفضل تفضل. اللهم ألهمني إلى جمع كتابك الكريم ألا أضيع منه حرفا، وارأف بي وارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم كما شرحت صدري وفقني لما ندبت إليه من جليل الأمر. يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب، يا أكرم الأكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون،
وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن الكريم، رحمتك يا رب وغفرانك. أهلا يا ابن مسعود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. قل لي يا زيد، إنني قلق بشأن جمع القرآن الكريم، إلى أين توصلت؟ الحمد لله، لقد شرح الله صدري وجهر لي الخليفة بالدعاء، ولكنني أحتاج معونتكم يرحمكم الله. أعانك الله يا أخي، والله إنه لأمر جلل. معك حق، معك حق. سألت الخليفة من أين أبدأ، فقال لي إنك شاب عاقل ولبيب، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: اذهب إلى بيت حفصة أم المؤمنين، ففي بيتها عسب وأكتاب ولخاف، كتب عليها آيات من القرآن الكريم. ولكن الحذر الحذر يا زيد، إنه كتاب الله. اسأل ودقق واجمع وتثبت، واذكر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قتل الله مسيلمة الكذاب، فجعنا بجلة من حفظة القرآن من المهاجرين والأنصار، فصار حقا علينا جمعه. اللهم أعنا على جمعه يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. السلام عليك. وعليكم السلام. تفضلي يا أمنا، هذا مما قسمه الله لك، خذي. رعاك الله يا ابن الخطاب، وبارك الله لك بما أرسلته لي. أنا؟ أجل، بارك الله بك، لم تنسني حتى وأنت منهمك بشؤون الجيوش مع الخليفة. أتركك برعاية الله يا أمنا، أتركك برعاية الله.